أنا دكتورة رضوى مهنا، أستاذ مساعد كلية الطب جامعة اسكندرية. أنا جاي النهاردة أكلمكم عن إزاي نحمي نفسنا من العدوى. إحنا ممكن نحمي نفسنا من العدوى بحاجتين سهلين قوي. أول حاجة النظافة الشخصية، وتاني حاجة نمط حياتنا. تعالوا نشوف النظافة الشخصية. النظافة الشخصية بتتلخص في حاجة سهلة قوي. أول حاجة ممكن أعملها إن أنا أغسل إيدي. لما بغسل إيدي بالمية والصابون أنا مش بقتل بيها أي فيروسات ولا ميكروبات على إيدي، لأن المية والصابون أكيد ما فيهمش حاجة تموت ده، ولكن أنا بس بنزلهم من على إيدي، ولما بينزلوا خلاص إيدي بتبقى نظيفة. مش معنى كده إن هي هتفضل نظيفة أو محمية من هي ما يجيلهاش تاني فيروسات أو ميكروبات، فعشان كده غسل الإيدين لازم يكون متكرر. طب لو أنا ما عنديش الإمكانية إن أنا أغسل إيدي على طول، هعمل إيه؟ في الحالة دي ممكن أستخدم مطهرات. المطهرات اللي مسموح بيها أحطها على جلدي هي أي مطهر فيه 70% من الكحول. 70% دي مهمة قوي، لأن أقل من 70% الكحول مش هيقدر يموت كل الفيروسات والجراثيم المعروفة، وأكتر من 70% ممكن ناس تقول طب أزود ده، لكن للأسف هو برضو أكتر من 70% بيكون ساعتها الكحول ده تطايره سريع جدا وبيطير بأسرع بمعدل أسرع من هو يقدر يقتل الفيروسات والجراثيم. طيب أي منتج فيه 70% من الكحول هيفي بالغرض ده، وحاضر إن أنا أرشه على إيدي وأخليه يدخل جوه صوابعي بحيث إن أنا أقدر أطهر إيدي لحد ما أقدر تاني أغسلها مرة تانية. بعمل ده إمتى؟ بعملها لما بلمس أسطح ممكن تتنقلي منها العدوى، زي مثلا حاجات بنلمسها كتير واحنا مش حاسين ان هي ممكن تكون مصدر عدوى لان كل الناس بتمسكها، زي اوكر البيبان، زي الحنفيات، الفلوس، او الترولي حتى بتاع السوبر ماركت. الحاجات دي كلها ممكن تحمل الجراثيم دي او الفيروسات من شخص كان مصاب واضطر ان هو يكح او يطلع منه رذاذ، الرذاذ ده من الكحه او من الرشح، وما كانش حامي او ما كانش بيعمل ده بالطريقه الصح في مناديل ويرميها. طيب الحاجة التانية اللي ممكن أحمي بيها نفسي هي نمط حياتي. نمط حياتنا بيتلخص في ثلاث حاجات كبار. أول حاجة أكلنا، وهو نوعية أكلنا، مش قد إيه بناكل. إحنا أنا بتكلم عن نوعية، وكل ما النوعية قربت من حاجات طبيعية ومش مصنعة كل ما هي هتكون مفيدة أكتر لجسمي واللي جزء منه جهاز مناعتي. الحاجة التانية هي الراحة الجسدية. راحتي الجسدية ربنا خلقها لازم تحصل كل يوم، اللي هو ساعات نومي، لأن ده الوقت اللي أنا أقدر فيه ببني جسمي وبخزنه، بخزن فيه كل اللي أنا محتاجة أستخدمه اليوم الجاي. فبالتالي ده بيحفز أو بيقوي من وظائف جسمي، ومنها الجهاز برضو المناعي. الحاجة الثالثة هي حالتي النفسية. فكرة الحالة النفسية بتأثر جامد قوي على كل وظائف جسمي، يعني التوتر والقلق والخوف كل ده ممكن يقلل من كل وظائف جسمي ومنها برضو جهازي المناعي، وهيخلي مكافحتي ومكافحة جسمي لأي حاجة تقدر تدخلي ضعيفة. طيب ننتقل بقى لحاجة تانية، وهي لو أنا مصابة فعلا بأي عدوى هتصرف إزاي عشان أحمي نفسي وعشان أحمي اللي حواليا. ببساطة هتبع التعليمات اللي احنا كلنا ممكن نكون عارفينها. أول حاجة هي النظافة الشخصية اللي أنا لسه متكلمة عنها، بس أنا في الوقت ده هكون أوريدي عندي رشح وعندي كحة، وده ممكن يكون مصدر عدوى لغيري، فبالتالي ده لازم يحصل في أبسط حاجة في مناديل، والمناديل دي بتترمى بطريقة مناسبة أو بالطريقة الصحيحة. الحاجة التانية هي تنظيف الأسطح اللي أنا بتعامل معاها، وده بيحصل برضو من مطهرات، والمطهرات هنا بقى ممكن يدخل فيها الكلورين أو اللي معروف بالكلور، لأن الكلور ده غير مناسب إن أنا أستخدمه على جلدي أو على وشي أو أستنشقه. هو مناسب للأسطح ويعتبر مطهر فعال جدا. الأهم من ده ومن ده هو إن أنا أمنع الاختلاط أو أقلله على قد ما أقدر، يعني أقعد في البيت، أكيد أنا جسمي يستاهل إن هو يرتاح، وفي نفس الوقت همنع إن أنا أختلط وإن أنا أعدي غيري بالرذاذ اللي بيطلع غصب عني، لأن غصب عني هضطر إن أنا أكح وأعطس وممكن ما يكونش بقدر أعمل ده بالطريقة الصح. وأخيراً طبعاً بلاش أجتهد مع نفسي، أرجع للطبيب المختص اللي هيكتب لي العلاج المناسب لحالتي. شكراً.